وزيرة التجارة والمغاصب العقارية المفروض يغاضون هذا الشخص اللي يفتري ويتكلم انه ويقول حق الدلال الحين مو في زيادة رأس المال طلبتها الشركة. تمام. تصدق انه يدور هو وامثاله اللي ما استفادوا يعني من خلينا لا نجرح في احد. لا ما جرحت على احد بسم الله الرحمن الرحيم. هو له حق الرد ابو عبد الله. خلينا نرد. اي بالضبط. هذا هو له حق الرد. خلينا نحط وحتى لو ويا ريت الاعداد يجيبونا على التليفون. ما عندنا. خلينا نرد. وبعدين بقول لك شيء مصالح شخصية لأن تقدموا بوظيفة حق المقاصة العقارية وعطوه إياه وهذا الكتاب وهذا اسمه أنا ما أجيب شيء. شوفه عماد نجف فرق. عموما إذا كنت أنت تتحدث عن إلغاء المقاصة العقارية بعبد الله ما تلغي المقاصة العقارية وأنت تطلب مقاضاة عماد فرج إذا نعم أنا ما قاضي تقاضي وزارة أنت تطلب الوزارة تقاضي إيه نعم لا يسكتون معنا على التليفون عماد فرج سيد عماد يعطيك ألف عافية خير يا أخوي إبراهيم ومثلي ضيفك ومثلي مشاهدين الله يخليك أنت تحدثت أو خرجت بتصريح بأن المقاصة العقارية لابد أن تلغى ماذا تقصد؟ اولا لازم تعرف انت كلينيكلي لما الريال يكون ميت وهو حي هذه المقاصة بالضبط نفس الطريقه انت القرار 153 قرار مضروب وقرار يا ريت تعلي صوتك شوي عشان نسمعك القرار 153 قرار يشوب عيب عدم المشروعيه والشكل وعدم الاختصاص والانحراف اذا هو قرار مضروب تمام ضرب سابقا هذا لا يعني تنازل عن حق يعني ان هذا القرار سليم تمام وهذا القرار شايل عيبه في التعدي على قوانين وتعدي على مراسيم تمام لذلك لن يعمل هذا القرار تمام وياتي القرار رقم 477 في تنظيم اللي هو لسنه 2011 انا في دبي ترى ما جنبي اوراق ولكن حاولت اتذكر اللي اتذكره تمام اتى هذا القرار من الوزيره الدكتوره الفاضله الأكاديمية لينهي وينصف ويعدل حق مواطنين يتعدون 35,000 اللي هم السماسرة 7,000 أكثر من 7,000 اللي هم سماسرة العقار يعيلون 35,000 عائلة سماسرة العقار نعم تمام أنصفتهم في إيش أنصفتهم؟ أنصفتهم في إبعاد إقصاء هذه الشركة من تنظيم مداولة مهنة السمسرة العقارية إذا أنت أخ إبراهيم إذا نظرت في القرار رقم 154 تمام تجد فيه بالمادة الثانية القرار هذا يتكلم 154 ولا 147 القرار 154 في تنظيم مهنة السمسرة تمام أنا أحدثك على 147 في المقصة لا 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 خليك وياي خليك وياي شوي قرار 477 لسنة 2011 أصدر بأبعاد وأقصاء المقاصة عن تنظيم مهنة السمسرة تمام أنت تقول لي لا مثل ما ردوا علي على لسان المقاصة يقولون أن هذا القرار بشأن مهنة تنظيم مهنة السمسرة ما لها شغل بالمقاصة طيب أنت لا تنسى أنك أنت في القرار 154 اللي يخص مهنة مزاولة مهنة السمسرة موجود في المادة الثانية انه على المكاتب والشركات انهم يسلمون النماذج يسلمون المقاصة العقارية خلال يومين وضحت وجهة نظر سيد عماد يعني اخ ابراهيم يعني معناته ان السمسار كان قبل بالسابق ما يقدر يعمل الا من خلال المقاصة العقارية بس كلام بيوجه ليك بان ان انت بتحاول الغاء المقاصة العقارية لان لا لا انا ما احاول الغاء لا لا تطلب وظيفة في داخل المقاصة العقارية طيب انا اشكرك انا شاكرك على هالرد هذا احنا اول شيء انا ما قول له تقدمت على وظيفة انت ما تقول الكلام هذا طول بالك يا ابو عبد الله انا اول شيء انا مو قاعد احاول القي المقاصة بل انا القي الخطا اللي فيها تمام فاذا الخطا فيها يعد القاء المقاصة وتاسيسها من اول جديد انا حاضر اذا انت تعمل للمصلحه العامه نعم والشغله الثانيه على ابو عبد الله عايز اوجه لك سؤال بعد اذنك لا انا اوجه له سؤال بالعكس عايز غالي شو ودي حق واحد طالب لو سمح ما قاطعتك انا برد على ردك على هذا اللي انت صار لك سنين وانت تقول ان هذا يطلب وظيفه طلبت وظيفه وكنت عضو وكنت عضو في مجلس انا مرشحك عضو في مجلس الاداره وشاروك بناء على طلب عبد الله ابو عبد الله لو سمحت لي ابو عبد الله لو سمحت لي ابو عبد الله لو سمحت لي مجلس الاداره ابو عبد الله لو سمحت لي على يا ابو عبد الله لو سمحت لي يا ابو عبد الله ابو عبد الله لو سمحت انا ادير الحوار يا ابو عبد الله لو سمحت
هو يقول وجهه نظره وانت عقل. انا خليني اكمل يا ابو عبد الله لو سمحت. تفضل تفضل ابو عبد الله. اقول انا اتفقنا مع الهاجري اتفقنا مع جماعتنا ان اللي يدير المقاصه يستحسن ان يكون سمسار تمام ذو خبره، وسواء احنا بالمجلس الاداره او سواء من يكون اللي موجودين من الاعضاء. تمام. وهذا اتفاق اقسم بالله عليه ان اتفقنا فيه ووافقنا، لكن بسبب الاشياء الشخصيه الان قلب علي وقال لي انت قدمت. اي انا قدمت طبعا، لان احنا اتفقنا على كذي، اتفقنا ان يعني يعني يعني, يعني يرى في نفسه ابو عبد الله اللي قلب عليك بعد الاتفاق. ادوب على ليش؟ قول ليش؟ كتاب رسمي ياري انا من المقاصه العقاريه يقولون هذا الريال يفشي اسرار المقاصه. قول الكلام هذا انت تتكلم بس ابو ابراهيم. خلينا نتكلم. تصور الموضوع كثيره اخ ابراهيم. خلاص الحين فرصه في حوار مع الهاجري. حطني في حوار وانت تسع تعال شوف. ما عندي مانع. تلاقى هو بيطلب حوار معك ابو عبد الله. ما يخالف جلسه ثانيه. ما يخالف ما عندي مانع. انا ما نكرت اني انا طلبت الوظيفه، ولكن اقول لك احنا اتفقنا الهاجري مع جماعتنا. ايش رايكم يكون كتب فيك سؤال واحد بسألك سؤال. اسمع السؤال. عبد الله العوفان كتب فيك كتاب وقال انك انت تفشي الاسرار ولا لا؟ ما كنت انا قلت لك في يوم من الايام انك انت انا اعتبر اشوف شبابي فيك وابيك انت تطلع عن طريق المقاصه العقاريه يا عماد، وبالتالي اجدك تفشي الاسرار. سيد عماد لو تحدثنا جميعا ما احد يسمعنا. انتظر انتظر معايا بعد اذنك لما هو يقول وجهه نظره ويرد عليك. بس تفضل تفضل انتظر معايا. تفضل يا عبد الله. تفضل شو تقول؟ تفضل. انا يبقى شوف انا نزلت عماد وياي بالغايمه تمام وفوزته. خليه يقول له. ولما فاز قلت له احنا بحاجه حق اثنين في المقاصه العقاريه. تبتسم ابتسم لانك انت عملتها. وابتسم واخترناه وثامر السيار وراحوا واشتغلوا بالمقاصه العقاريه. لا 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 كان شو اسمه؟ من معك؟ الهوادي. والنعم وثلاثين نعم صلاح الهوادي. وراحوا المقاصه العقاريه. المقاصه العقاريه صلاح مستمر. جاني كتاب رسمي كهو موجود بالاتحاد ان عماد فرج. هذا الشيء ما يخفي عليك، احنا متفقين على هذا الشيء. ايش في قلب؟ خليك منو؟ قلب في شيء؟ في شيء يقلبك؟ انت متحاشي. احنا متفقين انه يكون من السمسار اللي يمسك الاداره يكون سمسار. بقول لك احنا متفقين انه لا سمسار. احنا انا لي الحق. انا لي الحق باثنين. انا لي الحق كرئيس اتحاد. انا اثنين كرئيس اتحاد. نعم والله بنسبه بنسبه 30% 30% 30%. خلنا نتكلم يا اخي. والله والله انهى الموضوع. انا ما ترى بهالطريقه هذه ما اقدر اتكلم انا لان هذه يا سيد عماد. سيد عماد سيد عماد ادي فرصه لابو عبد الله يتكلم بعد اذنك. ما ينفع تتكلم وكثير من الشباب يسمعونا ان مصالح. انت تتكلم عن وظيفه يا ابو عبد الله. يا ابو عبد الله ما حد هيسمعنا. فهو انا بتكلم مع بعض. يلا اول شيء هو سماسرة 7000 سمسار لازم يطلعون قضيه على الهاجري. ايه هاي إيه. وانا اول من سيرفع قضيه إيه. لان الهاجري خالف الماده 131 إيه. يجب عليه كرئيس مجلس اداره انه يقدم بكل شفافيه كراس مطبوع يشتمل على ميزانيه الدوره الحسابيه المنقضيه وحساب الارباح والخسائر. بالفعل هو قدم. هو قدم ولا زلت انا ارفع راسي. هو ما زلت حكم على وزاره التجاره. سيد عماد هو قدم ميزانيه وقدم. اقول انت تروح على طرق ثانيه. خلينا نتكلم من موضوعنا هذا. انت ليش محارب المقاصه العقاريه؟ ليش؟ رد علي. في النهايه سيد عماد ليش محارب المقاصه العقاريه؟ سيد عماد سيد عماد لان كلها مصالح. يعني انت يعني انت بالفعل لما عرضت وجهه نظرك بان المقاصه العقاريه تلغى كنت تقصد ان المقاصه العقاريه لابد ان تفعل دور السمسار صح؟ انت لازم تعرف يا دور السمسار اللي يفعل دوره المقاصه العقاريه. والمقاصه العقاريه انا خدمت قاعده تنظم السوق، ولكن مع الاسف الجماعه اللي يشتغلون بالمقاصه العقاريه مو عارفين يشتغلون. اذا كان مثل الاخ عماد دعني اتدخل بعد اذنك ابو عبد الله. سيد عماد
إلى متى سيتم الاحتدام الدائم والخلافات الدائمة الشخصية بينكما؟ أعوذ بالله على ما بينك. هل فينا إن إحنا نضع حل حقيقي؟ أنت لازم تعرف الفرق بين الجاهل والمتعلم. أنتم متعلمين وأنتم الاثنين متعلمين. لو سمحت وافق سيد حماد. بنشكر وجودك معنا ونشكر وافق. خلط علي حج الدار شاري واخوي غلط علي وهذه مسجله عليك استاذ ابراهيم. انا كل الكلام اللي اقوله ابو عبد الله هبوي ما زلت اتحدث اليوم عن المقاصة العقاريه الغائها جريمه. ومن يقول على الغاء المقاصة العقاريه فهي جريمه طبعا لان المقاصة وقال على لسان معالي الوزيره. وانا شو بحاكيك كان بودي ان اتقابل مع الوزيره لان مع الاسف إيه لحد الآن فعاليات السوق ما شافتهم. في فعاليات بالسوق، في عندك دغيشم رئيس لجنة التثمين، في عندك قانم الجاسر يمكن نعم نعم. في عندك السقعبي، في عندك بومشاري، في عندك وعندك وعندك في أبو عبد الرحمن الهايف، في ناس فطاحل نواخذة السوق. مو هذا اللي يقول حنا نواخذة السوق. انا شوفني من 61 دلال ما اقول انا كل التقدير. انا اقول لحد الان ابو عبد الله كل التقدير والاحترام لاصغر واكبر واحد موجود في السوق. لا يا ابو فهد يكون لعلمك بزيدك من فضلك بس عطني اكمل حتى انا اسف تفضل خليني اعطيك الخبر ان هو الاخ عماد ترى ما له دور عندي بالاتحاد. لا هو ولا منصور العصيبي عضو جمعية عمومية. لا ولا جمعية عمومية استغال. هو قدم كتاب على اساس بطمع انهم يسوون اتحاد المغيمين. لكن هيهات شنو الفرق بين اتحاد المغيمين واتحاد سماسرة العقار؟ ما في شيء. شنو الحكي؟ تمام. سيد عبد الله لو احنا تحدثنا عن في القطاع العقاري وخاصة القطاع العقاري الصناعي، هل فعلا في دور بارز وبصفتك عضو مجلس بلدي للحكومة في هذا الخضم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. احنا شاكرين لكم الاستضافة الطيبة، ولو انه بدأ اللقاء بداية حابية بس من حق ما فيهم. انا دائما اقول يعني للأسف هذه الحكومة لا تحترم لا يعني المواطنين الصغار ولا المستثمرين. خلينا نتحدث اقتصاد. نعم انا اتحدث من كوني صاحب قرار تشريعي في المجلس البلدي. نعم احنا قاعدين نشوف ممارسات الحكومة فيما يخص تعاملهم مع المستثمرين في المناطق الصناعية وأيضا المناطق الحرفية وأيضا المناطق التجارية البسيطة. قاعدين نشوف تعسف غير طبيعي. والقطاع الخاص عليه عامل كبير. نعم احنا قاعدين القطاع الخاص ما زال ياخذ اراضي ويسقحها ويبيعها بالفعل حصل. نعم احنا وانت شفت المناطق الصناعيه في الجهره. صحيح. المتر بدينار بيؤجر بسبعه. نعم وكلهم مواطنين بسطاء يبي يستثمر بحر ماله. لا نحمل الحكومه. نعم لذلك انا قاعد اقول لك شواهد موجوده اليوم. ابو فطيره هي عنوان تعسف الحكومة مع المواطنين ومع المستثمرين الصغار. تمام. اليوم في المنطقة الحرة اللي موجودة في الشويخ أيضا تعسف حكومة. الحكومة مو قادرة تحل مثل هذه المعوقات مثل هذه الأشكاليات. ما السبيل للخروج من أزمة القطاع الصناعي والقطاع العقاري أيضا؟ هذه يحتاج لها إلى تضافر جهود. احنا في المجلس البلدي أقرينا كذا منطقة جمركية ومنطقة حرة في السالمي وفي العبدلي وفي نويصيب في جنوب البلاد، وسلمناها للهيئة العامة للاستثمار بتقريبا 18 كيلو في العبدلي ومليون و800 ألف في السالمي. ده مستقبلي. هذا خلاص أقريناه كمجلس بلدي. تمام. وراح إلى الحكومة للتنفيذ. ولكن احنا قاعدين نشوف نظام البي او تي والانظمه اللي قاعد تتبع في الحكومه. احنا شفناه يعني راح يكون المجال قدامها طويل جدا، لان ما في نوايا حقيقيه لتحريك مثل هذه الامور. يعني اذا ما لقينا هذه النيه موجوده عند الحكومه بخطوات فاعله اذا ما راح نوصل. الدور الحقيقي على القطاع الخاص. هو هذا القطاع الخاص، الحكومه راح تسلم الامر هذا للقطاع الخاص، ولكن في ظل قانون البي او تي الحالي وفي ظل عدم التشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الأماكن ما راح نوصل إلى نتيجة نهائية، وهي راح يكون حالها حال مدينة الحرير وحالها حال كثير من المشاريع اللي لحد الحين ما رأت النور. ليش؟ لأن ما في هناك آلة فاعلة
حتى يعني تخرج للنور من الحكومة. الحكومة ما قاعد تسوق لنفسها بطريقة صحيحة، كل اللي موجود عندها بوزرائها هو التعطيل فقط. إذا أنت النهاردة تؤكد على أنه لابد من تناغم القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للوصول لتعافي في كل القطاعات الاقتصادية. هذا لا شك فيه، هو أكبر دليل على أن المناطق السكنية الجديدة، مدينة المطلع واقفة، مدينة الخيران راح تكون واقفة، مدينة الحكومة